في هذا الخميس أيضا في لندن كما في باريس كما في مدريد كما في نيويورك وواشنطن احتجاجات، وستلتحق بنا دبلن أيضا عاصمة إيرلندا، إيرلندا الجنوبية. سيحددون هم التوقيت. التحقوا بنا إخواننا في سويسرا، سيكون مظاهرة في زيريخ على الأرجح يوم الجمعة. طبعا بعدين مدوا التواريخ بالتدقيق. إذن المعركة هي مستمرة بالنسبة لإيرلندا. دبلن مش فقط ضد الفيسبوك، ولكن أيضا يوم الجمعة الساعة 3:30 ستكون هناك مظاهرة ضد العصابة في بارنل سكوير روتيندا دبلن 1. إذن هذا فيما يتعلق بمعركة الفيسبوك، وهذه المرة أيضا سيضاف لها الإعلام وإلى آخره. الفيسبوك ما زال يخنق الجزائريين في الداخل وفي الخارج، ما زال يغلق الصفحات ربما بشكل أخف هذه الأيام الماضية، لكن ما زالت المعاناة الشديدة تاع الجزائريين من الفيسبوك. لحد الآن لم يستجيبوا لقوانينهم هم أيضا لما يقوله الفيسبوك نفسه وما تقوله قوانينه.